الطفل صاحب هذا السرير استشهد مع الأسف. طفل رضيع كان ساكن بهاي الخيمة، استكثروا عليه حتى هاي الخيمة. هذا الطفل من سراقب، نظام الأسد هجر أهله قبل 3 سنين تقريبا، اجوا ليحموه على آخر الدنيا على الحدود السورية التركية قرب بلدة جسر الشغور غرب إدلب. هاي العرباية أو البسكليتي كانت لأخو الطفل صاحب السرير، مع الأسف الأخوة استشهدوا وشفنا أمونا عم تبكي من شوي. ما أجا من قلبي أرفع كاميرا وصورها.